وفي متابعة للهجوم المسلح اللي استهدف البارح المركز الثقافي الإسلامي بيكي باك الكندية واللي خلف مقتل 6 مسلمين و8 آخرين من بينهم زوز التوانسة. وفي خبر عاجل ارتفعت حصيلة الضحايا بعد ما توفى واحد من التوانسة المصابين هو أصيل ولاية التطاوين. والأكثر تفاصيل معانا عبر الهاتف مراسلة نسمة بتطاوين يثرب المشيري. أهلا وسهلا بك يثرب. مرحبا بكم ومرحبا بمشاهدينا على قناة نسمة ومستمعينا عبر قناة نسمة. أولا نترحم على روح الفقيد وهو مبشر بن محمد الكافي وهو أحد ضحايا الهجوم المسلح الذي فجر هذا الإثنين على مسجد باكة الكندية. الضحية هو أصيل منطقة نسيس المعتمدية ترمادة من ولاية تطاوين من مواليد 1972 وهو متزوج وأبو لبنتين. طبعا هذه المعلومات الأولية على ضحية الهجوم. شكرا يثرب. شنو هي الحاله اللي غادي تشوفها في الجهه؟ يعني عائلته شنو هي الاجواء بالضبط لو كان توصف لنا الاجواء الموجوده غادي؟ نحن الان في طريقنا الى العائله وحسب ما وردتنا من المعلومات الاوليه تقول ان هناك حاله حزن شديد على فقدان العائله لابنهم. معناتها سوف نوفيكم بمزيد التفاصيل في إدارة وصولنا للعائلة إن شاء الله.